السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. طبعا زي ما احنا متعودين هندخل بالانطلاقه وبالفرحه وبالسعاده ان شاء الله باذن الله على قلب مواليد برج الاسد حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله الخير والرزق والتفاؤل ندخل بيه لشهر يونيو، شهر 6 الجديد، يكون عليكم يعود عليكم الايام دايما بخير باذن الله يا برج الاسد. طبعا هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونكتر في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر، وهنركن على جنب الطاقه السلبيه وهنتكلم عن الطاقه الايجابيه. هندخل بيها باول الفيديو بالابتسامه الحلوه بتاعتنا، وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو طبعا هتضغطوا لي لايك وتكتبوا لي تعليق فيه تصلوا فيه على الحبيب. لو الفيديو ما عجبكمش اطلعوا وما تكتبوليش اي حاجه، بس ان شاء الله باذن الله الفيديو هيعجبكم عشان في حاجات كتيره جدا حلوه انتم مستنيينها تحصل لشهر يونيو. بسم الله ما شاء الله يا برج الاسد. اول حاجه يا برج الاسد، انت عندك مشروع حلو وفيه نجاح، عندك مشروع حلو هينجح. المكان اللي انت فيه هتغيره، بس العمل هيتغير، لا اما هتزيد الراتب او هتزيد الترقيه، هتزيد ترقيه او هتغير المكان اللي انت فيه في العمل. بس انا شايفه ان عندك انطلاقه حلوه وانطلاقه جديده. بص يا برج الاسد، انت متحمل فوق طاقتك، شايل هم كبير، شايل هم اختك، هم ابوك، هم نفسك، عندكم هم شايلينه بتقولوا يا حيطه دارينا كفايه احنا تعبنا، صح يا برج الاسد؟ بس عايزاكم تهدوا علشان عندك خير وعندك حاجه حلوه جدا، ودايما ربنا بيكرم على قد الحال اللي انت فيه. اللي جاي عندك على قد اللي رايح يا برج الاسد، بس اهدى اهدى وعدي علشان عندك خير، عندك قرار مهم جدا لازم تاخده. القرار ده لما هتاخده صح هيحسن من امورك، هيكون عندك مشروع حلو. طيب ايه الفلوس اللي جايه لك دي يا برج الاسد، وانت ناوي تعمل بيها مشروع، او ناوي تكسي ولاد، او ناوي تغير حمحال، او ناوي تبني البيت، او ناوي تغير السكن؟ في فلوس جايه لك، وفلوس حلوه وجامده، او انت كنت مسلفها لحد وما كنتش عارف تاخدها. بس انا شايفه ان عندك حاجات كتيره جدا لشهر يونيو هتحصل معاك، شايفه ان عندك رزق زايد ان شاء الله باذن الله. انت عندك ناس كتيره جدا يا برج الاسد بتتكلم عليك، عندك ناس كتيره جدا بتتكلم عليك، ناس مزعجه، ناس وشاشه، ناس كده عايزه تاذيك، يعني استغفر الله العظيم منهم. بس انا عايزاك تهدئ اعصابك علشان خاطر الايام اللي جايه هتكون من نصيبك، واول شهر الاسد، اول شهر يونيو هيكون عندك حاجات حلوه جدا، وشايفه كمان ان هيكون عندك تغيير انت ما كنتش تتوقعه، وبتجهز لورق سفر، صح يا برج الاسد؟ بتجهز لامور محكمه، لورق سفر خارج البلد، في حاجه عندك بتجهز لها شغله بالك وشغلة أمورك. هد اللعب شوية مع الحبيب، الحبيب بيحبك بس انت متسرع وعنيد يا برج الأسد، عندك شوية تشويش في بالك كده، شوية ضياقة مسيطرة عليك مخلياك مش شايف قدامك، عايزك تهدى وتخلي بالك علشان خاطر عندك أمور كتيرة جدا حلوة. طيب ليه الأحلام المزعجة دي يا برج الأسد من وقت للتاني؟ ايه الحاجة اللي انت عايز تاخد فيها قرار ومش عارف القرار، مخلي حياتك مقلوبة ومش عارف تعمل ايه؟ عايزاك تهدى وتهدي أعصابك وتخلي بالك من الأيام ومن الناس اللي بتدخلها بيتك وانت لا تدري. بص يا برج الأسد، عندك ناس كتير حواليك بيتكلموا عليك وعايزينك تقع في الحفرة اللي هم عايزين يوقعوك فيها، انت شايل هم كبير والهم ده مخلي نفسيتك تحت الصفر. بسم الله ما شاء الله يا برج الاسد. طيب ليه الكلام اللي بتسمعه بيسد نفسك؟ كل ما نفسك تتفتح لحاجة بتلاقي في حاجة سمعتها سدت نفسك، تلاقي حاجة كده ضايقتك، حاجة كده ازعجتك، كذا حاجة بتحصل تسد نفسك، تغير من نفسك، كذا حاجة كده برج الأسد بتخلي ايه نفسيتك ترجع لورا. يعني حاول ان انت ايه تغير من نفسك شوية، انت اصلا نزيه، بتحب الدلع، بتحب تخرج، بتحب تلبس، بتحب تتهيص، بتحب النزاهة او انت برج الأسد، عشان كده كده محسود. اهل الحبيب عندك ناس مش كويسين خالص، ناس مزعجين، بس انت بتحب الحبيب بيحبك،
الشريك بيحبك، دايما في مشاكل، امها بتتدخل، امه بيتدخل، دايما بيتدخلوا في علاقتكم كده، عايزين ينهوها او عايزين ايه يمشوكم على مزاجهم. بس انا شايفه انه ان شاء الله باذن الله الامور هتهدى وهيبقى في تحسن انتوا ما كنتوش تتوقعوه. برج الاسد انت هنا قاعد ومتهيئ لك انه في حد هيساعدك، لا يا برج الاسد اتكل على نفسك وبلاش حد ان انت تكون مستني حد يساعدك، عشان ما فيش حد هيساعدك ابدا، بالعكس واللي انت مستني منهم المساعده هم اكتر ناس عايزين يوقعوك وعايزين ياذوك. انت عندك زعل اليومين دول يا اسد، متضايق من نفسك، بس انا شايف ان انت هتدخل على شهر يونيو بابتسامه حلوه، بحاجة حلوة مختلفة عن الفترة اللي فاتت. انت حصلت حاجة عندك مزعلاك يا برج الاسد ومخلياك لحد الان شايل هم كبير، واقف مكانك كده حزين متضايق متوتر، حاسس بحيرة، حاسس بحاجة كده مش كويسة. للناس اللي انفصلت انا شايفة ان عندكم انطلاقة حلوة وعندكم خير، عندكم انطلاقة حلوة وعندكم خير. انتوا فقدتوا حد بتحبوه يا برج الاسد، فقدتوا حد انتوا بتحبوه وبتعزوه لدرجة ان هو مأثر عليكم او مأثر عليكم، او اكتشفتوا حقيقة خيانة، صدمة، في حاجة اكتشفتوها مضايقاكم، انتوا مظلومين يا برج الاسد. فتاة الاسد مظلومة جدا، مظلومة جدا فتاة الاسد. انت طموحاتك عالية، راجل الاسد فتاة الاسد طموحاتهم دايما عالية، دايما بيحبوا يدوا من غير مقابل، دايما بيحبوا يبنوا، دايما بيحبوا ان هم يحلموا علشان يقدروا يحققوا، ما بيحققوش بالسهل، لا بيحلموا الاول ويخططوا وينفذوا عشان يقدروا يوصلوا اللي هم عايزينه. بس انا شايفه انه هيكون عندكم اهتمام حلو، عندكم امور حلوه في حياتكم باذن الله انتم ما كنتوش تتوقعوها. في حاجه حلوه عندك يا برج الاسد هتحصل، هتغير حياتك، هتغير امورك تغيير جذري، بس انا عايزاك تهدى وعايزاك تكون حاكم امورك اكتر، علشان باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى هتحصل حاجه الفتره اللي جايه دي، اول 10 ايام من شهر يونيو هتكون حاجه حلوه جدا. انت فقدت حاجه عزيزه على قلبك، فقدت جنين يا برج الاسد، شايفه ان في طفل كنت فقدته بتبكي عليه، او حمل اجهضت، الله اعلم يا برج الاسد، بس هي من الحاجه اللي انت فقدتها دي بوظت حياتك، ندمتك يعني، خلتك تاخد بالك من اللي جاي، خلتك تحسب امورك كويس جدا، يعني خلتك تخلي بالك كويس يا برج الاسد. طيب ايه الموضوع اللي انت عمال تعافر فيه وهو ملهوش اي لازمه؟ الحاجه اللي ملهاش لازمه ابعد عنها، الحاجه اللي ملهاش لازمه انهيها، بلاش تفكر في حاجات هي اصلا من هي، وانت اللي بتديها الطاقه وانت اللي بتديها اكبر من اهميتها. انت عندك مشاكل كتير يا برج الاسد، عندك مشاكل كتير لدرجه ان من كتر المشاكل رفع قضيه في المحكمه، والله اعلم، رفع قضيه في المحكمه على وراث، على انفصال، عندك قضيه في المحكمه. بس انا شايفه ان المحكمه دي ممكن ما تكونش من صالحك لو فضلت معاند يا برج الاسد، لو فضلت بتعاند بالمعانده دي ممكن كمان المصالحه دي ما تكونش من نصيبك ولا تكون من امورك. حاول تحسب امورك كويس، حاول تحسبها كويس علشان خاطر ما تندمش وعلشان خاطر ما تخسرش كتير. بس كمان احب اقول لك واطمنك وريح قلبك وريح بالك ان انت هيكون عندك وصول للحاجه اللي ببالك وانت عايز تعملها. شوف انت عايز تعمل ايه وهتعمله، عندك حاجه معينه انت ناوي تعملها، باذن الله هتعملها وهتوصل لها باذن الله بفضل ربنا، هتعملها يا برج الاسد، بس اهدى وهدي نفسك. عندك تقدم في الحياه، عندك تقدم في الحياه، بس محتاج شويه معافره، محتاج شويه مجهود اكتر من اللي انت بتعمله. حاول تقيم نفسك يا برج الاسد، تعرف انت عايز ايه وهتعمل ايه علشان خاطر ما تندمش. بلاش الامور اللي هي مسيطره على حياتك، بلاش التوتر، انت محتاج اليومين دول تكون لوحدك علشان تعرف انت عايز ايه. الخساره لما بتيجي بتحسن يا برج الاسد، فانت حاول ان انت تحسن امورك وتظبط تصرفاتك وتظبط الكام حاجه اللي هم عاملين لك توتر. عندكم جواز، البعض منكم في اكتر من علاقه تعبان، نفسيته بايظه، او في شويه عراقيل واقفين في حياتك العاطفيه. انت ممكن يكون عندكم استكمال في اي حاجه،
الا في حياتكم العاطفيه. حياتكم العاطفيه فيها عراقيل وفيها امور واقفه الحال، وباين قوي القلق والتوتر على وشكم، رغم ان عندكم تغيير الفتره اللي جايه، عندكم خروج من محنه، خروج من ضيقه، خروج من عراقيل موجوده في حياتك. في شويه تغيرات عندك هتفاجئك، هتكون حلوه. عندك كتله من المشاكل فوق كتفك انت مضايقاك. كمان البعض منكم هنا عنده شكوك، عنده وسواس، دايما بتدوروا على السعاده، دايما بتدوروا على الحنان، دايما بتدوروا على اي حاجه تديكم طاقه ايجابيه. انتوا كمان هنا عندكم شفاء في حاجه كبيره في حياتك او حاجه كبيره في حياتك. عندك تعبان بيبخ سم، بيديكي طاقه سلبيه او بيديكم طاقه سلبيه. ابعدوا عن اي حاجه ممكن تاذيكم، ابعدوا عن اي حاجه ممكن تضايقكم. كمان انتوا هنا بتفكروا في حاجات كتيره جدا، التفكير اللي انتوا بتفكروا فيه بلاش الياس، كملوا زي ما انتوا عايزين. انتوا عندكم خروج من محنه او خروج من ضيقه. البعض منكم كمان عنده علاقه هتكمل بالخير باذن الله، دايما بتحلموا باحلام جميله بتدل على الخير او بتدل على الطاقه الايجابيه. كمان انتوا بتحاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تقفوا على ارض صلبه، تقفوا على حاجه جديده. عندكم هنا حرف اللام وحرف العين، الحد ده موجود في حياتكم، الحروف دي موجودة، الحروف دي وراها أذى، وراها ظلم ليكم، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا ان انتوا هنكون عندكم طاقة ايجابية وعندكم خروج من المشكلة الكبيرة اللي محطوطة في بالكم. وبلاش تمشوا ورا الأوهام، ارموا الاوهام ورا ظهركم. الاوهام هي اللي مسببه لكم الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها، ومسببه لكم الوجع اللي بيجي لكم، وحاسين ان طاقتكم خلصت. طاقتكم لسه موجوده، بس انتوا من كتر اللي انتوا شايفينه ما بقيتوش مستنيين حاجه من حد. كمان البعض منكم عنده زعل جواه او زعلان من حد، حد بيضايقكم، حد خانقكم، حد هو سبب ما بين رزقكم ما بين اموركم، الله اعلم. البعض منكم عنده دايرة، عنده دوخة بتجيله من غير سبب، عنده نغزة في قلبه، عنده خوف من بكرة، رغم ان انتوا عندكم طاقات ايجابية حلوة، بس في حقيقة مدارية ومش عارفين تطلعوا منها. كمان انتوا هتخرجوا الطرف التالت اللي بيتدخل في حياتكم، الطرف اللي بيأذيكم، هتخرجوه من حياتكم وهتطردوه برا. وكمان اقدر ابشركم برجوع من سفر لحد ليكم، او انتوا اما انتوا هتسافروا لحد، لا اما حد هيجي لكم عندكم لم شم، رغم ان وشكم تعبان ودبلان من كتر المشاكل اللي انتوا فيها، بس هتاخدوا حقكم الفتره اللي جايه وهتنظموا حاجات كتيره جدا. الفتره دي هي فتره حقكم، انتوا ناويين تعملوا حاجات جديده، ناويين تطلعوا، ناويين تشوفوا، ناويين تاخدوا حقكم من اي حد ممكن في يوم من الايام ظلمكم، او بمعنى اصح اتكلم عليكم. هيكون عندكم فخر بنفسكم، اي نعم انتوا الوجع باين عليكم، عديتوا بحاجات صعبه، مريتوا بظروف قاسيه وما لقيتوش حد جنبكم، بس انتوا لما بتحطوا حاجه في بالكم خلاص. البعض منكم بيفكر ان هو يزود الدخل بتاعه، او عايز يقف على ارض صلبه في المال. انت المال مش واخدين فيه حقكم، المال ضعيف معاكم شويه الفتره دي بسبب الخساره اللي انتوا خسرتوها، او بسبب العراقيل اللي كانت عندكم. كمان انت هنا عندكم حاجه حلوه تحصل لكم من بعد الضيق والخنقه اللي عندكم، او من بعد المشاكل اللي انتوا مريتوا بيها في طاقه الياس. الست الحسوده الكياده اللي بتغير من اي حاجه، الست دي ما زالت موجوده في حياتكم وبتحاول تاذيكم باي طريقه، بس انتوا هتاخدوا حقكم منها وهتخرجوها من حياتكم. البعض منكم بيحلم بالتعبين، البعض منكم بيحلم باحلام مزعجه وخايف ومش عارف يفسرها، رغم ان عندكم علاقه انجز فيها انجذاب كده وفيها طاقه ايجابيه وفي فرج. انتوا ما بتحبوش اللي يسيطر عليكم بالشكل السلبي، بتحبوا تعيشوا الحياه ببساطه، بتعيشوا الحياه كده بشكل مختلف، وعشان كده دايما بتحاولوا ان انتوا تقفوا على ارض صلبه، وبتحاولوا ان انتوا تشوفوا حياتكم بشكل مختلف. بس عندكم حسد شديد، والحسد الشديد ده هو اللي عامل لكم كاريزمتكم الفتره دي، مخليكم بتعانوا من حاجات مضايقاكم، حاجات خانقاكم، الله اعلم.
السر اللي هينكشف عندكم ده بعد كام يوم هيفرحكم قوي، وهيكون ليكم فرج بإذن الله من بعد الضيق والخنقة اللي موجودة في حياتكم. كمان انتوا محتاجين ترتاحوا ومحتاجين تغيروا جو، علشان انتوا داخلين في طاقات سلبية، فلازم تغيروا جو أول بأول. للمنفصلين انتوا عندكم رجوع أو عندكم خبر حلو. حاليا انتوا ممكن تكونوا في الوقت اللي انتوا فيه ده بتمروا بفترة صعبة، فترة فيها شوية ألم، شوية حيرة، شوية خذلان، صدمات، بس عندكم انفراجه وتعويض من عند ربنا. بلاش تقولوا احنا فقدنا السكه في ناس كتيره جدا، خصوصا الفتره دي من الناس المزيفه، فقدتوا فعلا السيطره على نفسكم، وفقدتوا اصلا الثقه في ناس موجوده في المحيط بتاعتكم، وعشان كده دايما الدموع على خدكم رغم ان عندكم كتله من الهموم، بس دايما دموعكم على وشكم على طول بسبب الحقد بتاع الناس والغل. بس ما شاء الله عليكم، انتوا هتكونوا منتصرين الفترة دي، وهتخرجوا من المحنة والضيقة اللي عاملة لكم الأزمة، أو اللي عاملة لكم بمعنى أصح الصدمة. انتوا طال انتظاركم في حاجات كتيرة جدا، فقررتوا ان انتوا تطلعوا لفوق. رقم 7 ده بيميز لكم خبر حلو، أو بيميز لكم طاقة إيجابية أو طاقة تانية مختلفة، الله أعلم. كمان أقدر أبشركم ان انتوا يعني ممكن تفعلوا أشياء جديدة، تتخطوا حاجات جديدة. انتوا عايزين تسافروا، عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه، عايزين تعملوا حاجات جديدة وحاجات مختلفة. تعبتوا من النميمة وتعبتوا من المشاكل، مريتوا باكتر من ازمة نفسية، قررتوا ان انتوا تطلعوا من الاحلام اللي انتوا فيها بتاعت الاوهام، قررتوا ان انتوا تشتغلوا على المجال بتاعكم اللي انتوا شايفينه. وعشان كده البعض منكم عمل فحوصات، انتوا عندكم ضربات قلب سريعة، وجع في الرجلين، وجع في الظهر من غير اي سبب، وده بسبب الحسد والحقد اللي في اذى الناس المقربين ليكم. في شوية ذكريات، شوية الذكريات دول مؤلمين جدا ليكم، مضايقينكم، تعبينكم، في صلة في الذكريات عندكم، او الماضي بتحاولوا ترموه. طيب انتوا الفترة دي في حاجة مغمية عليكم، في حاجة انتوا مش شايفينها او مش عارفين حتى تفتحوا عينكم عليها. بطنكم بتوجعكم، عندكم انتفاخ في البطن او القولون العصبي بسبب اللي انتوا بتمروا بيه او الظروف اللي انتوا فيها. كمان بسم الله هنا ما شاء الله عليكم، انتوا دايما بتقولوا يا رب كرمنا من حيث لا تحتسب. عندكم دعاوي حلوة جدا، وعشان كده عندكم طاقة، عندكم ست كبيرة بتدعي لكم. الست الكبيرة دي دايما بتحبكم فعلا. انتوا مشكلتكم ان انتوا بتقفوا جنب الناس بس مفيش حد بيقف جنبكم. عندك باب هيتفتح في وشكم الفترة دي، الباب ده كله خير وطاقة إيجابية وفرج ليكم ولحياتكم. كمان انتوا هنا في ناس بتحاول ان هي يعني تشتغل معاكم، تتحاول ان هي تعمل حاجة تساعدكم، الله أعلم. عندكم ست شريرة، ست الشريرة دي حقودة جواها غير، جواها غير اللي كده ومش كويسة، رغم ان انتوا عندكم نظرة تفاؤل في المستقبل. خلوا بالكم عندكم نظرة خير. عندكم ست هنا قصيرة وتخينة، الست دي حقودة وهي الشريرة ومش حبالكم الخير ابدا. كمان انتوا بتحاولوا تطلعوا من الحاجات الصعبة اللي انتوا بتمروا بيها، انتوا دايما متألقين بس صراحتكم بتوقعكم في مشاكل. في هنا مكالمة مستنيينها بكل المواضيع، مستنيين المكالمة دي، او مستنيين اللقاء، او مستنيين البلوك يتفك، الله اعلم. في حاجة انتوا مستنيينها بقدر المستطاع، بتفكروا فيها امتى تحصل. والصداع اللي جاي لكم من غير اي سبب، ورغم ان انتوا خدتوا علاج ومفيش فايدة، الصداع ده صداع مزمن، وده بسبب الحسد الشديد. ولو انتوا عندكم اكتر من علاقة لازم فورا تصفوا حساباتكم، علشان انتوا اللي بتتعبوا والتعب باين عليكم. انتوا اللي مخذولين، انتوا اللي مطعونين، انتوا اللي شايلين هم الدنيا، شايلين هموم فوق كتفكم، فلازم باسرع وقت تطلعوا من اي طاقة سلبية ومن اي ضغوط نفسية، وتبصوا لحياتكم بشكل ايجابي. واي كسرة قلب ارموها ورا ظهركم، حاولوا تعالجوا جروحكم وتلموا نفسكم كده اول باول في اي جرح وفي اي اذى،
وما تشمتوش حد فيكم علشان ما زالت الناس موجودة عايزة تشمت فيكم. انتوا خلاص طفحتوا الكوتة بمعنى أصح، ما بقيتوش مستحملوا ضغوط نفسية، والدايرة لسه مقفولة في وشكم، أو لسه مقفولة، لسه انتوا فيها، لسه ما خرجتوش، بس انتوا على بر الأمان بتحاولوا تطلعوا، بس ما زالت موجودة، وده بسبب الضغوط أو بسبب إن انتوا في علاقة سامة، علاقة نرجسية، علاقة واخدة كل الطاقة بتاعتكم وكل الأمور اللي مضايقاكم. الفترة دي عندكم حكم أو عندكم قعدة أو لقاء بحد، وهيبقى فيه حكم حلو جدا ليكم. انتوا بعدتوا عن كل الأذى، بعدتوا عن كل المشاكل اللي كانت مؤثرة عليكم في حياتكم. الفترة دي عندكم بشرة، والبشرة دي انتوا مستنيينها من زمان، وعندكم حد هيتوب عن خطيئة مازال بيعملها. كمان انتوا عندكم ربنا هيبتليكم بفضل حلو جدا، وهتكونوا في امور مستجدة، بس في غلطة عملتوها، والغلطة دي لحد الان بتدفعوا ثمنها. كمان دايما انتوا بترجعوا لربنا في كل حاجة، لان دايما في صدركم خنقة وضيقة لوقت ما بتعملوا حاجة غلط، بس عايزاكم تخلوا بالكم، لان انتوا بتجيلكم نغزة في القلب ودوخة وشوية اوجاع مش عارفين تفسروهم. كمان انتوا عندكم رزق حلو جدا، والرزق ده هيخليكم تستقروا في اكتر من حاجة. البعض منكم عنده كتب كتاب، او عنده لا اما فرحة في كتب كتاب، لا اما هو هيتكتب كتابه. كمان خلال 6 ايام هتحصل لكم حاجة، الحاجة دي هتخليكم تعقلوا اكتر، هتخليكم تنضجوا اكتر في الحياة، وتعرفوا مين اللي بيأذي فيكم. في ناس عندكم توفت، والناس اللي توفت دي كان يعني سبب مشاكل، سبب امور متلخبطه، خلي بالكم، لان انتوا عندكم سحر، والسحر اللي معمول لكم ده هو اللي انتوا السبب اللي انتوا فيه حاليا، الوقف حال واللخبطه ومفيش استقرار. ايوه عندكم سحر، والسحر ده ظاهر لكم قوي قوي الفتره دي. في كمان ناس عايزه تخرب بيوتكم، عايزه يعني ايه تاذيكم، لكن بفضل ربنا، ربنا هيبعدكم عن كل اذى. عندكم حد مسجون، والحد ده في خانقه وفي ضيقه وبيعاني، ربنا هيكون رحيم عليه، وباذن الله محكمته هتكون براءه. كمان في رحمه جوه قلبكم لاشخاص غلطت في حقكم، لكن انتوا طيبين جدا، ما بتحبوش تفعلوا الخطا بالخطا، بتسيبوا الامور على ربنا، وربنا هو اللي بيكرمكم من حيث لا تحتسب. كمان انتوا هنا بقالكم كام سنه صابرين على حاجه، الحاجه دي محدش يقدر يستحملها، وعشان كده دايما فخورين بنفسكم. في فرح هيقرب على بيتكم بفضل ربنا الفتره اللي جايه، وهيبقى في اجراء كبير جدا انتوا هتعملوه. كمان البعض منكم ناوي يعمل حاجة جديدة، وعليكم ندر زي ما قلت حاولوا توفوا بيه. في زيارة ليكم، حد هيجي يزوركم، هيخبط على بيتكم وهيزوركم وهيتكلم معاكم في أكتر من حاجة. كمان انتوا ماسكين في حاجة معينة وعايزين تكتشفوا الحقيقة، لأن الحقيقة اللي انتوا عايزين تكتشفوها دي موجودة قدامكم، وعشان كده هيكون في أمور مستجدة. انتوا بتعززوا من نفسكم دايما، محدش يقدر يضحك عليكم، ولا حد يعرف يخذلكم، ولا حد يعرف أصلا يتكلم عليكم. بتصبروا على كل حاجة لحد ما تجيب آخرها، لكن الفترة اللي جاية دي ما عدتوش هتصبروا على أي حاجة تاني. العصبية اللي عندكم دي بسبب لخبطة الأمور والضغط النفسي، البعض منكم بيعاني من صداع مستمر، في شوية لخبطة في دماغه، في شوية أمور خليه مش مرتاح، لكن بإذن الله في الأمور اللي جاية دي هتكون تحسن. حد عنده العصب السابع أو السادس، عنده عصب كده في وشه، أو عنده علامة في وشه تعباء، أو في حاجة بيعاني منها، انتوا هتزوروا الطبيب الفترة اللي جاية، وبإذن الله هتاخدوا علاج وهترتاحوا نفسيا. مش عايزاكم تشربوا من ايد اي حد، لان في حد ممكن يقدم لكم ميه، والميه دي تكون فيها حاجه وانتوا تشربوها، فيا ريت تخلوا بالكم من نفسكم، ولا تروحوا عند حد وانتوا عارفين ان هو ممكن يأذيكم، او تشربوا حاجه من حد انتوا ما تعرفوش. انتوا اصلا معروفين بالنظافه، ان انتوا ولا بتحبوا تشربوا من اي حد، ولا بتخلوش حد يعمل لكم اي حاجه، بتحبوا تعملوا لنفسكم كل حاجه، وده سبب رئيسي ان انتوا تفضلوا دايما في تحسن وتحصين نفس. يكون في خطوات مفرحه ليكم، في اكتمال زواج، او في رجوع، او في حاجه تخص الحياه العاطفيه هتكون تنول مرادكم. انتوا هنا عمالين تسعوا، عمالين تعملوا حاجات كتيره جدا، لان انتوا بتحافظوا دايما على كل حاجه في حياتكم، ودايما بتحبوا العادات والتقاليد، ودايما ما بتحبوش تعصوا ربنا في اي حاجه. لكن في ناس ما زالت موجوده في حياتكم عماله تخطئ، خلوا بالكم من اي حد ممكن يدبر لكم حفره او مكيده، او اي حد ممكن يحاول ان هو يلعب عليكم، لان انتوا بفضل ربنا هيكون في خطوات حلوه جدا الفتره اللي جايه، وهتكونوا اشخاص مختلفه. وعايزه اقول لكم ان انتوا في حاجه عماله تتكرر معاكم تعبكم، لا اما كابوس، لا اما في حاجه بتتكرر معاكم، ربنا هيطفي كل الاذى اللي في حياتكم.
كمان انتم متعلقين بحاجه بعيده عنكم، عندكم تساقط شعر، البعض منكم عنده سلعه في الدماغ، عنده مشاكل في الشعر، لكن انتم الفتره اللي جايه هتختاروا صح وهتفعلوا حاجات جديده. عندك خروج من الهموم، يعني انت شايل، انت اليومين دول يا برج الاسد المسؤوليه عندك زادت، مسؤولياتك زادت شويه عن الاول، يعني في الاول لو كانت مسؤولياتك صغيره فاليومين دول انا شايفه ان عندك المسؤوليات زادت اكتر. بلاش تفقد الامل في الحياه، لسه بكره احلى. الفلوس اللي انت ليك عند حد والحد ده كل ما تكلمه يتهرب منك، يبعد عنك، ظلمة غدر بيك، ربك كبير وربك قادر على كل شيء. في قرار مهم لازم تاخده الفترة اللي جاية، عشان القرار ده لو ما خدتوش هتندم ندم كبير جدا جدا جدا. تحياتي ليك يا برج الأسد، أتمنى لك الخير والرزق.